فدعوة معاشر الأحبة إلى الزحزحة من النار وإلى دخول الجنة. بماذا؟ بأني دائما إذا غضبت من أحد أضع نفسي مكانه، فلو أنا في مكانه أغضب، إذن إذا غضب فلماذا تغضب ولماذا تحزن؟ أنت تريد المال قرضة لأنك محتاج للدنيا، فلما سألت فلانا رفض إعطائك، أتدري ذاك اليوم، نسيت ذاك اليوم الذي طرق الباب عليك أبو فلان وطلب القرضة، أنت ما أقرضته؟ لماذا تلوم الأول لما منعك ومع أنك منعت غيره كثير؟ وهكذا. لذلك دعوة إلى أن يكون الإنسان عدلا. يقول ابن رجب إن هذا الحديث من قواعد الإسلام، من قواعد الإسلام العظام، تربي فينا القيم وتربي فينا المحبة في الله وتربي فينا الإعذار، أن نعذر المؤمنين، أن نعذرهم، والمؤمن الذي يعذرهم هو منهم وهو يحبهم، أما الذي لا يعذر أخشى أن يكون ناقص الإيمان.